بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بكل خير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وإليك كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين المفسدين يا رب العالمين. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء، وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنا ولوالدينا ومشايخنا وآل بيت نبينا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. فصل في أحكام الإجارة. والإجارة من الأعمال المهمة للإنسان، لازم ياخد باله منه. عمل الطبيب وأجره يدخل في باب الإيجار. عمل أي واحد بيأجر محل ويدفع ثمنه، يبقى لازم يعرف أبواب الإيجار. بيأجر شقة يسكن فيها، يعرف أحكام الإيجار. بيأجر سيارة عشان يقضي بها مصلحته ويرجع ثاني للمحل، يعرف أحكام الإيجار. بيأجر أرض يستفيد بها، يعرف أحكام الإيجار. فالإيجارة دي أعمال كثيرة. إن شاء الله حتى بتأجر تاكسي يوصلك لمشوار، دي إيجار. تبقى عارف أحكام الإيجار، إيه المطلوب منك وإيه اللي واجب عليك إنك أنت توفيه، وهكذا. لأن الإنسان بيفتن بالتعامل مع الناس. جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير، وأمرنا ألا نأكل أموال الناس بالباطل. فلازم الإنسان يبقى عارف حدوده علشان ما يتعداش على أموال الغير. احنا الوقت قاعدين بنشوف الناس المفسدين اللي تعدوا على اموال الغير، وبنستعيذ بالله ان احنا نبقى في حالهم. فكل انسان في دائرته ممكن يكون مقصر. اما يبقى راجل كبير يقصر بياخد مليارات، لما يبقى واحد زي حالتنا من العوام يوم ما بيقصر بياخد 100 جنيه 50 جنيه 30 جنيه، لكن دي بالنسبة للكبير برضو زيها نسبة وتناسب على حسب مسؤوليات. فما تعبش على غيرك شيء، وبعدين تلاقي نفسك واقع فيه على مستوى دائرتك البسيطة. فعلشان كده الواحد لابد ان يعرف، زي ما حريص على انه يعرف احكام العبادات زي الطهارة والصيام والصلاة والزكاة، يعرف اعمال العبادات دي، المعاملات، لان المعاملات دي بينبني عليها رزق حلال ولا حرام، عبادة مقبولة ولا مش مقبولة، حقوق الاخرين تعلقت في رقبتك ولا لا، يعني متعلقة بك عوائق كثيرة. يمكن العبادة اللي بينك وبين ربك لما تأثر فيها يمكن ربنا يغفر لك بحاجة تانية، يغفرها لك ويعديها لك، إلا الحاجة المتعلقة بحقوق الآخرين لابد هم اللي يسامحوك. فعلشان يسامحوك، والإنسان كان شحيح
فتصور انت تحط رقبتك تحت ايد واحد شحيح، واحد عايز ينتقم، واحد في زنقة، هيسامحك انت؟ فربنا يسترنا جميعا. فصل في احكام الإجارة. الإجارة وهي بكسر الهمزة في المشهور، وحكي ضمها، وفي برضه فتحة زي ما قال الخطيب الشربيني، يعني هي بتثليث الهمزة، إجارة وأجارة وأجارة، لكن الفصيح والمشهور بكسر الهمزة الإجارة. وهي لغة اسم للأجرة، وشرعا على العقد بقى مش على الأجرة، شرعا بتطلق على العقد، لكن انت لما بتدفع المبلغ بتاع كل شهر للمالك بتاع الشقة اللي انت مأجرها منه تقول له خد الإيجار، مش كده؟ إيجار بتطلق على الأجرة، مش كده برضه؟ ده في العرف، لكن في الشرع بتطلق على العقد نفسه بقى، الأجرة دي جزء منه، لكن ده في تعاقد بينك وبين مالك، بقيت انت اسمك مؤجر وهو اسمه ايه؟ مؤاجر، واخد بالك؟ يعني بقى المالك اسمه مؤجر والتاني مستأجر، ادي العاقدين، وبقى في صيغة، وبقى في منفعة، وبقى في مقابل للمنفعة، مش كده برضه؟ فبقيت عقد بقى، عقد كبير. فعلشان كده في الشرع تطلق على العقد، وعقد على منفعة معلومة ومقصودة، تكون المنفعة معلومة وتكون المنفعة مقصودة، كل كلمة مهمة، عشان هنيجي بعد كده نخرج بالمحترزات تلاقي بتخرج لك كل كلمة، بتخرج لك حاجات، يبقى لازم تكون منفعة معلومة، ما ينفعش تبقى منفعة مجهولة، لازم تبقى معلومة، وتكون كمان منفعة مقصودة. يعني ايه؟ يعني ان الانسان بيستفيد بيها والشرع يوجزها، بحيث انها لو كانت غير مشروعة تبقى منفعة غير مقصودة، واخد بالك؟ واذا كانت منفعة مش مقصودة، زي تروح مثلا تشتري كباب، بتشم ريحة الكباب، الرائحة دي ضمن ايه؟ ضمن الشراء، ولا انت بتروح تشتري الرائحة؟ فهمتني ازاي؟ او بتشتري مثلا تفاح، بتشتريه عشان تشمه ولا عشان تاكله؟ يبقى المقصد من التفاح ان انا اكله مش اشمه، وان كان ريحته حلوه، واخد بالك؟ يبقى لازم تكون المنفعه مقصوده كمان، مش اي منفعه يعني. وشرعا عقد على منفعه معلومه مقصوده، وتكون كمان قابله للبذل، ان انا اقدر اديها لك. والاباحه، وتكون مباحه شرعا بعوض، مقابل ايه بقى؟ بعوض معلوم اللي هو الاجره بقى، يكون مقابل ده هتدفع كذا، بعوض معلوم، كذا دي يعني معلوم محددينه، قد كام جنيه، كام دولار، كام اي مبلغ، او كام كيله من طعام معلوم، او شيء من هذا، يبقى لازم تبقى معلوم، بعوض معلوم. وشرط كل من المؤجر والمستاجر، او المؤجر والمستاجر، وشرط كل من المؤجر والمستاجر الرشد وعدم الاكراه، لان ما عندناش عقود باكراه خالص في الشرع الشريف، حتى لكن في الداخليه في اعتراف بالاكراه عندهم، يضربوا الواحد لحد ما يعترف انه كان هيفجر كوكب الشمس، يعترف وخلاص، اي حاجه يعترف على اي حاجه، لكن الشرع عندنا ايه؟ ما فيش حاجه اسمها اكراه، لكن عند الظلمه عندهم اكراه، يكره الناس عشان تعترف بحاجه ما عملتهاش، عشان يخلص القضية ويقول لك احنا اكتشفنا المجرم وهو مش مجرم. وكانوا بيطلعوا نكتة زمان، معرفش انتوا عارفينها ولا لا، بيبين لك اسلوب وزارة الداخلية في مصر في البحث عن المجرمين، فقالوا انه ايه؟ ان جم وزير الداخلية الانجليزي ووزير الداخلية الفرنساوي ووزير الداخلية المصري، حطوهم في مسابقة يشوفوا مين أسرع واحد يقدر يقبض على المجرم، وراحوا مسيبين أسد من جنينة الحيوانات في غابة، وأطلقوا بقى وزراء الداخلية التلاتة كل واحد يبحث يجيب لنا الأسد، غابة واسعة. فالراجل الإنجليزي قعد لف يوم اتنين تلاتة، طلع ما لقيتش، ادوني فرصة تانية.
والراجل الفرنساوي قعد 5 6 ايام وطلع قال والله انا شفت اثار لكن لسه ادوني فرصة تانية. ان يطلع المصري وزير الداخلية المصري مش لاقيينه، قعدوا يبحثوا عنه، لو ماسك ارنب وبيغطسه في ميه بيقول قول انا اسد، قول انا اسد، هو قبض على المجرم بس اللي على مزاجه. دي مشكلة، ادي طريقة الداخلية بالظبط. لكن احنا عندنا العقود في الشرع الشريف اللي هو عند الله وعند الرسل وعند الصالحين وعند اهل الحكمة كلهم، ان ما يبقاش فيه اكراه، اي عقد، لا زواج باكراه ولا بيع باكراه ولا شراء باكراه ولا اقرار باكراه ولا هبة باكراه ولا حاجة باكراه خالص، ما ينفعش. كل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ومن ضمن الباطل الاكراه، مش كده برضو؟ عشان كده هنا ايه يشترط، وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد. والرشد يعني ايه؟ مش مسألة البلوغ وبس، انه بلغ يعني بلغ التكليف، لا، لازم كمان يكون بالغ وعاقل ويميز ما ينفعه، لازم تجتمع فيه 3 حاجات، يعرف ايه المصلحة بتاعته فين، يبقى ده رشيد. لكن ممكن يبقى بالغ وعاقل وما يعرفش مصلحته فين، ما عندوش خبرة، فيبقى ده مش رشيد. فالرشد يدخل كمان معرفة المصلحة. واحنا عندنا في القانون بتاعنا عاملين السن اظن 21، مش كده برضه؟ القانون المصري؟ نعم. يعتبر بلغ الرشد عنده 21 سنة. وعدم الإكراه، يبقى ما فيش إكراه. وخرج بمعلومة، أما قال لك عوض معلوم. لما يقول ايه؟ لما يقول معلوم خرج منها الجعالة، هنقرا احنا باب الجعالة بعد باب الإجارة. الجعالة اللي هي ايه؟ ان انا ادي لك اجرة على اداء عمل مجهول، انت مش عارف. يعني انا ابني تاه مني، ابني تاه في سوق الاربع، فروحت وقفت في الجوامع قلت لهم يا جماعة اللي يلاقي لي ابني واوصفه كذا لي عندي ليا عنده، يعني حديله 1000 جنيه مثلا. فهي الالف جنيه دي اسمها جعالة. انا ما كلفتش حد بعينه، ده اي حد بقى كله يطلع يبحث، واللي طالع يبحث هيبذل مجهود، قد ينجح وقد لا ينجح. يعني ممكن يبذل مجهود وما ياخدش اجره لانه مع، وفي نفس الوقت ايه، قد ينجح، ففيها نوع من الجهاله، جهالة اللي انا كلفته لان انا مديها عامة، واخد بالك، وجهالة المجهود اللي قد ابذله، قد يكون كتير قوي وقد يكون سهل، مجرد اخرج من الجامعة كده الاقي الواد قاعد على الرصيف، ما بذلش اي مجهود لقيته، وممكن اقعد ادور عليه اسبوع واثنين وعشرة ايام واعرف انه سافر في حتة واسافر وراه وابذل مجهود كبير. فالجعالة فيها نوع من الجهالة، لكن الإجارة ما يبقاش فيها جهالة، لازم تبقى معلومة، واخد بالك، عمل معلوم بجهد معلوم. يبقى ما يقول لك معلومة يخرج الجعالة. احنا بنسمي الجعالة ايه؟ المصريين يسموها ايه؟ الحلاوة، مش كده؟ يقول لك لو لقيت لي الموبايل بتاعي اللي تايه ليك عليا هديك حلاوة، حلاوته، مش كده برضو؟ هي الحلاوة دي هي الجعالة. اما تيجي تقرا باب الجعالة تعرف هو باب الحلاوة، واخد بالك، بلغة المصريين يعني حلاوة الحاجة اللي ضايعة وجابها لك، ادي الحكايه. وبمقصوده، خرج بكلمه مقصوده، استئجار تفاحه لشمها، ينفع تاجر من الراجل تفاحه تقول له هاخدها منك بجنيه طول اليوم النهارده واديها لك بالليل عشان هشمها شويه كده واجيب، ينفع؟ يضحك عليك، خد بالك، لان مش مقصوده. زي في البيع، احنا قلنا ما ينفعش في البيع تشتري حبه رز، ايه حبه رز دي؟ لان مش مقصوده، حبه رز مش مقصوده، انما نص كيلو اعمل حاجه، اعمل لي طبق اكله، انما حبه رز 3 حبات رز اقول له 3 حبات قمح، دي مش مقصوده. فما ينفعش في البيوع برضه، لما قرينا في العقود في البيوع نفس الحكايه. وبمقصوده استئجار تفاحه لشمها، خرج كلمه ايه؟ استئجار تفاحه لشمها. وبقابله للبذل، قابله للبذل ان انا اعطيك، خرج منفعة البضع.
فالعقد عليها لا يسمى إجارة لكن يسمى نكاح. هو أصلا البضع ده بتقدر أنت تاخده من المرأة كده أهو وتروح بالشغل. البضع اللي هو الفرج موضع الجماع للرجل من المرأة مع المرأة. فهي لما بيعقد عقد النكاح، عقد النكاح يبيح له الانتفاع بالبضع مش منفعة البضع، لأن البضع غير قابل للبذل مش كده برضه؟ لكن هو لا، فعشان كده عقد النكاح يسموها مش عقد إيجار، مش بأجر أنا البضع، ده ما يخشش في باب الإيجار، ده بيخش في باب عقد مخصوص اسمه عقد النكاح، تقرب باب النكاح بقى، فهمت؟ لأن أنت بتدفع مهر، ما أنت بتدفع مقابل برضه مش كده برضه؟ فانت بتدفع المقابل ده، المقابل ده مقابل ايجاره ولا مقابل انتفاع؟ لو كان انتفاع طب هو ممكن يدخل في الايجاره، بس اللي يخرجه ان البضع لا يبذل مش كده برضه؟ فعلشان كده قابله للبذل، خرج عقد النكاح. فهمت بقى؟ دي طريقه الفقهاء في التقسيم عشان يبقى عقلك مرتب. عايز تبحث في مساله هتبحث عنها بباب ايه؟ تقوم تدور على الباب بتاعها. فالعقد عليها لا يسمى إجارة. وبالإباحة، ما يقول لك إيه؟ للبذل والإباحة، قابلة للبذل والإباحة. للبذل خرجنا البضع، بقى عقد النكاح ده حاجة مخصوصة. والإباحة خرجنا كل العقود المتعلقة بمحرمات. عقود إجارة متعلقة بمحرم. أأجر منك العود علشان أقعد إيه؟ أعمل لي شوية مزيكا عليه. كده حرام، لأن عندنا المعازف حرام، يبقى إيجارتها حرام لأنها مش مباح. واخد بالك ازاي؟ يبقى لازم بالإباحة أخرج كل ما هو يحرم استعماله. يبقى ما ينفعش أجر منك آنية الذهب والفضة، لا ينفع أشتريها ولا ينفع أجر. ليه؟ لأن حرام استعمال، واضح؟ ولا يسمى إيجارة. وبالإباحة إجارة الجواري للوضع. أما أيام ما كان في جواري ينفع أجرها الواحد عشان يوطأها؟ يطأها حرام. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مش كده برضو؟ يبقى ده حرام، يبقى ما ينفعش إن أنا أجر العيال الفتيات اللي كان عندي أيام ما كان في رقيق زمان ويشغلهم يسرحهم في البيوت ويقبض. واخد بالك؟ ده اذا كان في الجواري كده فما بالك اللي يعمل بيوت سريه ويجيب حرات وايه ويخليهم يمكن منهم الزنا. يبقى دي من علامه القيامه بقى، انتشار الزنا بقى. ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان هتبقى في فتن تستباح فيها الفروج، كما ان في فتن تستباح فيها الاموال، كما ان في فتن تستباح فيها الدماء، انواع فتن كتيره بقى، فربنا ينجينا. يبقى وبالإباحة إجارة الجواري للوضع. وبعوض خرج كلمة الإعارة، لأن الإعارة بغير عوض، أنت لما تستلف مني الكتاب تقراه اسمه تستعيره، تدفع مقابل؟ ما تدفعش مقابل، فلما يبقى اسمه إعارة، طالما مفيش مقابل اسمه إعارة، طالما هترده تاني ومش هتدفع مقابل يبقى اسمه إعارة، طب مش هترده تاني مش هتدفع مقابل بقى هبة، تقرب بقى الهبة. فهمتني بقى ازاي؟ لكن هتدفع مقابل وترده تقرب بالإيجارة. فهمت؟ لما يقول لك ايه بعوض هنا يبقى ايه خرج الإعارة. وبمعلوم، لما يقول لك بمعلوم عوض معلوم، معلوم القدر، خرج عوض المساقاة اللي احنا قريناها اللي فات، لأن المساقاة أنا بقول له هتاخد تلت الثمر، طب تلت الثمر راح يطلع قد إيه؟ ما نعرفش أما يطلع. لكن هنا في الإيجارة لازم معلومة. فهمتني ازاي؟ ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب، بالإيجاب اللي هي الصيغة بقى، كأجرتك أو كأجرتك، كأجرتك أو كآجرتك بهمزة إيه؟ مد كده. وقبول اللي هي إيجاب وقبول الصيغة، كاستأجرت، يوم المكتري أو المستأجر يقول لك إيه؟ استأجرت، أنت تقول له إيه؟ أجرتك كذا، تاني يقول لك استأجرت منك كذا أو قبلت على كذا ولمدة كذا، والتاني يقول قبلت، يبقى اسمها الصيغة. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إيجارته كاستئجار دار للسكن. يبقى لازم حاجة ينتفع بيها عشان حاجة أجرها تنفع أجرها، يبقى حاجة ينتفع بيها ولما ينتفع بيها ما تستهلكش، يعني تفضل زي ما هي. فهمت ازاي؟ لكن لو حاجة بتستهلك اديك شمعة تولعها يبقى اسمها ايجارة، ما انت هتستهلك لان مش هيبقى عينها، اديك طعام تاكله واخد بالك بمقابل، يبقى ده بيع وشراء، لكن ما يخشش في باب الايجارة لانه ده هيستهلك. وانما هديك الحلة تطبخ فيها وترجع لي دي ايجارة. فهمتني ازاي؟ او بيع وشراء على حسب الاتفاق بقى، هتاخدها للتملك الكلي ولا هتاخدها مقابل الانتفاع وترجعها تاني وهكذا. يبقى لازم ايه؟ الايجاره تكون على كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه كاستئجار دار للسكنه ودب للركوب. ممنوع الاسئله خالص في الاول. ليه بقى؟ لان ممكن تكون كل الاسئله في ذهنك اما نقرا الحاشيه تتجاوب كلها كويس، لكن اما يخطر على بالك سؤال اكتبه الاول كده في الهامش، لو ما تجاوبش لحد الاخر نبقى نناقشه. خدت بالك؟ كاستئجار دابة دار للسكنة، الدار لما حد بيسكن فيها بتستهلك بتخلص يبقى تنفع إيجار. ودابة للركوب، هاخد عربية أقضي بيها مشوار وأرجع ما تخلص، هركب جمل ولا حصان ولا أي حاجة وأقضي بيه مصلحة وأرجع يبقى ما تخلص تنفع صحة إيجارته. وإلا فلا، يعني لو كانت لا تبقى عينه يبقى ما تنفعش. ولصحة إيجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله إذا قدرت منافعه بأحد أمرين. الإيجارة بقى لازم نقدر فيها المنافع بأحد أمرين، إما بمدة كأجرتك هذه الدار سنة، أو عمل كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب. ممكن تستأجر صنايعي تقول له تعالى هنا اقعد عندي وعندي المكنة ودي القماش، واخد بالك، اعملوا لي بدلة، تنفع إيجار. يقول لك أنا أجرتي بس مصنعيتي في اليوم مثلا 50 جنيه، طب هتخلصها في كم يوم؟ يقول لك بدلة دي تاخد مني شغل أسبوع، أجي لك كل يوم وخلصها لك بعد أسبوع. تقول له خلاص اليوم ب50 في اسبوع ب7، يبقى ايه اجره خياطه البدله 350 جنيه، اتفقنا؟ واخد بالك؟ ما ينفعش بقى ايه تجمع عليه العمل والمده، لان ممكن تبقى المده اللي انت حددتها له ما يلحقش يعمل فيها العمل اللي انت عايزه. تقول له بس تخيطهالي النهارده من الفجر للمغرب، يمكن لو سريع وعنده مساعدين، ويمكن لو جاله شويه مغص ولا صداع ولا جاله اسهال يتقضى اليوم في دوره الميه وما يلحقش يعمل لك حاجه، تبقى انت كده دخلت في ازمه. فهمت؟ وعلشان كده ما ينفعش تجمع عليه المده والعمل، يا المده يا العمل. واخد بالك ازاي؟ كاستاجرتك لتخيط لي هذا الثوب، وتجب الاجره في الاجاره بنفس العقد، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط فيها التأجيل فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ. ونقف على موضوع ولا تبطل الإيجارة، يعني متى تبطل؟ نحاول نقرأ شوية في الحاشية الجزء اللي احنا قريناه. فصل في أحكام الإيجارة، بيقول الشيخ البيجوري على تعليقا على هذا، أي كصحتها. أحكام الإيجارة من ضمن الأحكام الصحة والبطلان والفساد مش كده، والجواز واللزوم والحاجات دي، أي كصحتها المذكورة في قول المصنف وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إيجارته، وعدم بطلانها بموت أحد المتعاقدين. الإيجارة مش زي في الوكالة، الوكالة لما يموت أحد خلاص بطلت الوكالة، لا في الإيجارة لا، أنا أجرت منك الشقة دي أسكن فيها لمدة 3 سنين، جيت أنا مت، يفضل مت بعد سنة، يفضل العقد ماشي سنتين ويستعملوها الورثة. حب هم بقى يفسخوه يفسخوه، لكن ما لكن انت مش بمجرد الموت معناه انفسخ. خدت بالك؟ لأن ممكن الورثة ياخدوا حق الانتفاع لحين ما تنتهي المدة.
وعدم بطلانها بموت احد المتعاقدين وبطلانها بتلف العين المؤجر المؤجره يعني وبطلانها بتلف العين المؤجره. تبطل طبعا بتلف العين. انا خدت منك ايه؟ اجرت منك الشقه والشقه جت اتحرقت، العماره اتحرقت او اتهدد، خلاص انا كنت واخدها منك لمده سنه، سكنت فيها 3 شهور، وبعد 3 شهور ايه؟ اتهدد ولا اتحرقت، هدفع ايجار 3 شهور بس، مش هدفع بقى ايجار السنه دي. خدت بالك اللي انا كنت اصلا متفق عليه؟ يبقى يخصم الجزء اللي انا اتفقت بيه وتستحق اجرته، والباقي ما يدفعش. وبطلانها بتلف العين المؤجره وهي ماخوذه من اجره بالمد يؤجره ايجارا، او من اجره بالقصر ياجره اجرا. والاصل فيها قبل الاجماع، الاصل يعني الدليل قبل الاجماع، لان الدليل كتاب وسنه واجماع، مش كده برضو؟ وقياس ومصالح مرسله وادله عقليه وهكذا بقى، انواع كتير. يبقى والاصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن، اي فان ارضعت الزوجات لكم يا ازواج فاعطوهن اجورهن. وجه الدلالة منه أن آتوهن أجورهن أمر، والأمر للوجوب، والإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة، وإنما يوجبها ظاهرا العقد فتعين الحمل عليه. يعني فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، طالما أمرتوهن أجورهن يبقى ما فيش تبرع، يبقى معناه في عقد واتفاق على أن هم هيأدوا وظيفة، ومقابل هذه الوظيفة ياخدوا أجر، بقت إيجار، خدت بالك؟ فتعين الحمل عليه. وإنما قلنا ظاهرا، إنما يوجبها ظاهرا العقد. ليه قلنا ظاهرا؟ لأنه لا يوجبها باطنا إلا مضي المدة، بدليل أنه لو تلفت الدار المؤجرة قبل مضي مدة لها أجرة تبين عدم وجوبها. وقال بعضهم: لا يتبين عدم الوجوب، وإنما يسقط الوجوب بعد حصوله وعليه. فقولهم ظاهر، ظاهرا لا مفهوم له، بل تجب بالعقد ظاهرا وباطنا، لكن لا يستقر الوجوب إلا بمضي المدة. فهمت بقى كلام؟ يعني لا يستقر وجوب القيمة إلا بمضي مدة الإيجار كله، لا تستقر. وإن كنت أنت قبضتها بس هي في أمانة معاك، بتتملك منها بقدر ما بيستهلك من إيه؟ من العقد، لحد ما ينتهي العقد يبقى تملكتها كلها. طب افرض في اثناء المده ما قدرش يتملكها، حصل اي تلف، بترد له الباقي وتخصم اللي استفاده. فهمت ازاي؟ فكأن هي لا يستقر الوجوب اللي هو وجوب الاجره الا بمضي المده. وخبر مسلم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه وامر بالمؤاجره، يبقى ده الايه؟ دليل من السنة. جاب لك دليل من القرآن، جاب لك دليل تاني من السنة. والمعنى فيها ان الحاجة داعية اليها، والمعنى فيها اللي هو يعني ايه الدليل العقلي بقى، ليه الشرع اجازها؟ لان الحاجة داعية اليها. ممكن اكون انا عايز اركب واقضي مشوار لكن انا ما عنديش ركوب، يقوم الشرع يقول لك ممكن تأجر، يقوم يحل لك مشكلتك. يبقى الحاجة بتحتاجها، تبقى ممكن انت ما عندكش ملك انك انت تبني دار تسكن فيها، لكن غيرك عنده دور بنيها وبيأجر، تقوم انت تقدر تاخد حاجة وتدفع مقابلها، لان انت الحاجة داعية اليها. ادي معنى ايه؟ الدليل العقلي. والمعنى فيها ان الحاجة داعية اليها، اذ ليس لكل احد مركوب ومسكن وخادم وغير ذلك، فجوزت الإجارة لذلك، كما جوز بيع الأعيان. نفس الحكاية، بيع الأعيان أجازه، لأن ممكن يبقى أنا عندي حاجة أنت محتاجها وأنت عندك حاجة أنا محتاجها. طب نحل الإشكال إزاي؟ أو ما أنا أديك الفائض عن حاجتي اللي أنت محتاجه مقابل أنك تديني الفائض عن حاجتك، اللي هو التبادل التجاري اللي هو البيع والشراء. مش كده برضه؟ نفس الحكاية. وحكمها كالبيع، حكمها كحكم عقد البيوع، بس البيوع بيقع على التملك العين، وهنا بتقع على تملك المنفعة.
والبيوع بتقع على التأبيد وهنا بتقع على التأقيت. فهمتني بقى ازاي؟ لأنها بيع للمنافع، بيع للمنافع. وأركانها أركان العقد نفسه 3 إجمالا 6 تفصيلا. أما يقول لك 3 إجمالا يقول لك عاقد ومعقود عليه مش كده وصيغة، أدي الثلاثة، عاقد ومعقود عليه وصيغة. تفك العقد بقى 2 اللي هو ايه؟ مؤجر ومستأجر، مش كده برضه؟ بقى 2. وتفك المعقود عليه الثمن والمنفعة، بقت حاجتين برضه. والصيغة تفكها تبقى إيجاب وقبول، مش كده برضه؟ فيبقى هي 6 تفصيلا 3 إجمالا. عاقد اللي هو مكرن ومكترن، مكرن اللي هو المؤجر ومكترن اللي هو المستأجر، ومعقود عليه اللي هي أجرة ومنفعة، وصيغة اللي هي إيجاب وقبول. قول وهي أي الإجارة، وقول بكسر الهمزة في المشهور أي على المشهور عند أهل اللغة، وقول وحكي ضمها أي وحكي ضمها أي وفتحها وفتحها أيضا، وكل منهما مقابل المشهور. ولذلك قال الخطيب بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها فهي مثلثة الهمزة. قول وهي أي الإجارة، وقول لغة اسم للأجرة أي بحسب الأصل، ثم اشتهرت في العقد لأنه سبب لوجوب الأجرة فهو مجاز لغوي. قول وشرعا عطف على لغة، وقول عقد أي إيجاب وقبول، فهذا تصريح بالصيغة. ومعلوم أن العقد يستلزم العاقد، وقوله على منفعة مع قوله بعوض هو المعقود عليه. فهذه هي الأركان المتقدمة، فقد استوفاها الشارح في هذا التعريف مع غالب الشروط. وعلم من قوله على منفعة أن مورد الإيجارة المنفعة، يعني الإيجارة بترد على إيه؟ بترد على المنفعة، سواء كانت واردة على العين كأجرتك هذه الدابة بدينار، أو على الذمة كألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار. زي ما تروح أنت مثلا في موقف الأتوبيس بتشتري تذكرة علشان تركب من مكة للمدينة، انت ما بيحددلكش الاتوبيس، انت هترجع اي اتوبيس، واخد بالك ازاي؟ دي تعتبر ايجار؟ ما ايجار، كانك انت اجرت الركوبه دي لحد المدينه، واخد بالك؟ بس دي ايجاره في الذمه، في ذمه الشركه ان هي هتدبر لك الاتوبيس اللي يركبك، تبقى دي اسمها في الذمه، لانها ما قالتلكش انت هتركب الاتوبيس ده. عارف لو قالت لك هتركب الاتوبيس ده يبقى على العين، يبقى متعينه يعني. انما الشركه عندها 20 اتوبيس وبتقطع تذاكر للناس، هتوديك من ميدان التحرير لحد ايه؟ لحد اسكندريه عشان تتنقل بين المظاهرات، واخد بالك ازاي؟ تنزلك عند مسجد القائد ابراهيم مثلا. فدي شركه شغاله، شركه مظاهرات لنقل ايه؟ توصيل المظاهرات للمنازل، واخد بالك؟ فيبقى الشركه عامله لك 20 30 اتوبيس بتنقل الناس وانت بتدفع التذكره. يبقى انت ايه هنا؟ بتبقى عقد على الذمه، يعني هو بقى في ذمه الشركه انها توصلك وخلاص باي اتوبيس، باي اتوبيس. واضح؟ ممكن تكون التذكره يقول لك ده بس اتوبيس مكيف، دي تذكره اتوبيس مش مكيف، ما يجراش حاجه برضه، بس برضه ده في ذمته انه يوفر لك الاوبشن الاختيارات اللي هو حطها لك على التذكره، لكن ما قالكش الاتوبيس ده. واضح؟ وسواق التاكسي ما هو ايجاره، بتقول له تاكسي اركب وديني التحرير، يقول لك مظاهره، يقول له مظاهره بكام؟ ب 20 جنيه، حاضر ماشي. ده اسمه عقد ايجاره، العقد اللي تم بينك وبين سواق التاكسي ده اسمه عقد ايجاره. فهمتني بقى ازاي؟ وهكذا كل الحاجات دي الناس بتاخد بالها منها عشان تفهم بس ازاي ايه تميز اسلوب المعاملات في حياتك اللي انت بتعملها كل يوم. بس حضرتك ذكرت كلام الشيخ هنا في الاول، كان كاتب ان هو
وعلشان كده لازم اما تركب مع سواق التاكس تبقى تتفق معاه عشان تبقى معلومه، والا بقى لما ما بيتفقوش بينزلوا يتخانقوا، صح؟ واحنا عندنا العقود المبنيه على الاتفاق تمنع الخناق. ادي المشكله. الحكومة بتقول لك يبقى عنده عداد، والعداد مش عارف ايه عد، وهو مش عايز يستعمل العداد عشان الحكومة ظلمته. واخد بالك ازاي؟ العداد بيعد اقل من المكسب اللي هو عايزه يكفي حياته، فيضطر يكسر القوانين. يبقى انت عارف العرف بقى ان العداد محطوط عشان ياخد الرخصة مش عشان يحاسبك بيه. ما ده بقت عرف بقى معروف خلاص. يبقى العداد ده بياخد بيه الرخصة، تيجي تقول له بقى حاسبني بالعداد تبقى انت كده بتزنقه. ما يصحش. لو هو وافق من الاول تقول له انا مش هدي لك الا العداد. يقول لك لا السلام عليكم، يفتح الف، خلاص مع السلامه. استنى بقى لمده سنه لحد ما تلاقي واحد يوافق. واخد بالك؟ يبقى لازم ناخد بالنا ان لازم تكون الاجره معلومه وتكون باتفاق مسبق. والا هيبقى اكل اموال الناس بالباطل. اما اركب كده واغريه ان انا راجل شيك كده بتاعي، يقوم يفتكر انه خد زبون محترم، هيريحه بقى في الاجره، يقوم ما يرضاش يشرط عليه على اساس ان يمكن يديله زياده. واخد بالك؟ وبعدين تيجي تنزل تقطعه، يبقى انت غشيت. ده غش، يبقى انت كده حرام، مش فهلوه. كده انت اكلت اموال الناس بالباطل. كده انت مش شاطر. يقول لك انا شاطر ما تضحكش عليا. لا، انت بتضحك على الناس. فهمتني بقى ازاي؟ تاخد بالك من الحاجات اللي بتحصل دي كل يوم، بنقع في الحرام واحنا مش واخدين بالنا. بناكل اموال الناس بالباطل، نبقى زي حكام الظلمه بالظبط. في الاخر تلاقي نفسك بعد 50 سنة من العيشه في هذه البلد، سواقين التاكسيات اللي تعاملت معاهم ليهم في ذمتك مثلا 30-40 ألف جنيه، فروقات متجمعه. واخد بالك؟ ما هي تعاملاتك بسيطه. فالواحد ياخد باله من الحاجات دي. يبقى الحكايه واضحه، توقفوا انت عند السيده عيشه، انا رايح المقاطع هديك 10 جنيه، موافق؟ يقول لك اركب يا عم، موافق. خدت بالك؟ خلاص اركب معايا. قال لك مش موافق، تقول له طب عايز كام؟ 15. بس 15 يبقى هتوديني اخر المقطع. يقول لك خلاص موافق، اركب. مش موافق، مع السلامة. دور على غير. فهمت؟ انما ما تغشوش. تقول له مثلا 10 جنيه، عارف المقطع ميدان النافورة؟ يقول لك تقوم تيجي في ميدان النافوره تقول له قدام شويه. وبعدين تمشيه لحد الزلزال 4 كيلو. ده انت غشيته بقى. هو اتفق معاك على ميدان النافوره وعلى انها 10 جنيه والراجل وافق. تيجي انت تجرجره في الكلام وتقول له قدام شويه، وبعدين كل شويه يدوس فرامل على انك هتوقفه. بقى لسه قدام شويه. وبعدين يجي على كل مفرق يدوس فرامل فيرين هتوقفه لحد ما يوصلك اخر الدنيا. وبعدين تقول يا انا ما حدش يضحك عليا وتدي له ال 10 جنيه، تقول له اشتكي اعلى مفخلك اركب. وقعت في ايه؟ في حرك شرعي. كلت اموال الناس بالباطل. شفت بقى الحاجات دي بتحصل كل يوم ولا لا؟ بتحصل كل يوم ولا لا؟ لان ما قروش باب الاجاره. لو قروا بقى باب الاجاره يفهموا. وهي لغة اسم للأجرة، وشرعا احنا قلنا عقد على منفعة، مع قول بعوض هو المعقود عليه. فهذه الأركان المتقدمة فقد استوفاها الشارح، وفي هذا التعريف مع غالب الشروط. وعلم من قول على منفعة أن مورد الإجارة المنفعة، سواء كانت واردة على العين، يعني هدي لك دي الشقة دي، هذه متعينة عرفت عنوانها، شقة رقم كذا، الدور كذا، عمارة رقم كذا، أو إن أنا بتفق معاك إن أنا هنزلك في شاليه في قرية سياحية، واخد بالك، أسبوع في السنة. أنت ما تعرفش أنهي شاليه، دي مليانة شاليهات. تيجي أنت في الأسبوع ده بيحدد لك، تقوم تنزل هناك، الناس بتاعي يقول لك والله الشاليه اللي هناك أو الشاليه ده اللي هو الفاضي دلوقتي. يبقى هنا إيه؟ دي في الذمة. يبقى في حاجة في الذمة وفي حاجة متعينة. فهمت الفرق؟ واردة على العين كأجرتك هذه الدابة بدينار، أو على الذمة كألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار. هيحملك بقى على جمل، ولا هيحملك على حصان؟ طالما أنت ما شرطتش عليه يبقى أي حاجة يجيبها لك تقول موافق. فهمت؟ لأن ده كان على الذمة.
طب انت عايز نوع معين، خلاص اشرطه في العقد يا اخي، قول له انا عايزه كده، عايز عربيه مكيفه ما تزيدش عن 4 نفر يبقوا معايا، اه يبقى دي ليها اجره تانية. فهمت ازاي؟ دي هيبقى ليها ترتيب تاني بقى. ولا يجب قبض الاجره في المجلس في الوارده على العين، طالما المتعينه مش لا يجب، لكن يجوز التعجيل ويجوز التاخير. كويس. ولا يجب قبض الاجره في المجلس في الوارده، انت تملي بتركب السياره وبتدي الاجره في الاخر، مش كده برضو؟ يعني بتقول له وصلني التحرير وانت راكب مثلا من المقطع، بتدي له الاجره على حدي لك هناك 20 جنيه اول ما تركب بتدي له 20، ولا بتديها له وانت نازل؟ بتديها له. يبقى لا تجب في اول العقد، لا تجب، لكن لو حددتها له مقدما ينفع، ما يجراش حاجه، اديتها له في نص السكه ما يجراش حاجه. لكن امتى بقى ايه تجب؟ على الفور عند انتهاء الخدمه، يبقى ساعتها بقى ايه تعين، يبقى تجب على التراخي بمجرد العقد وعلى الفور بالانتهاء ايه بتحصيل الخدمه او المنفعه. فهمت؟ كل ده لما تبقى على حاجه متعينه، على حاجه متعينه، كأجرتك هذه الدبه قبض الاجره في المجلس في الوريده على العين، وتصح الحواله بها وعليها والاستبدال عنها، طالما هي ايه لا تجب قبض الاجره في المجلس، يبقى ممكن تحيله، تقول له على فكره الاجره بتاعتك دي الالف جنيه دي انا ليا على فلان جارك 1000 جنيه، وصلني وبعدي عليه خدها منه، لان هو اصلا كان هيرد لي 1000 جنيه، اه ده انا احلته، تنفع الاحاله لان يعني على حاجه متعينه. فهمت؟ وتصح الحواله بها وعليها والاستبدال عنها. واما الوارده على الذمه، الوارده على الذمه بقى دي كانها سلم، سلم يعني ايه؟ يعني انت بتدفع المبلغ الاول او قبل ما تاخد البضاعه، فطالما بتدفع المبلغ الاول قبل ما تاخد البضاعه في عقد السلم، يبقى لازم توصف الخدمه ويجب المبلغ في العقد عند العقد مقدمه. فهمتني ازاي؟ لما تبقى حاجه في الذمه اللي انت ايه، عشان كده انت لما بتروح القطر تحجز القطر بتعمل ايه؟ بتدفع التذكره قبل ما تركب القطر، مش كده برضه؟ لانها دي واجبه في ذمه مصلحه السكه الحديد، انها تركبك قطر ما بيتحرقش وان يوصلك بلدك، لان كان زمان في قطر اتحرق، مش كده برضه؟ الفساد الاداري يؤدي الى قتل اكتر من الاسلحه الفتاكه، القطر اللي اتحرق ده مات فيه 4000، مش كده برضه؟ دي ناتجه عن الفساد الاداري، يعني اكتر من اللي ماتوا في مظاهرات 25 يناير في قطر، بس فساد اداري. اللي ماتوا في المسرح اللي اتحرق في بني سويف اكتر من اللي ماتوا في مظاهرات 25 يناير كلهم، فالفساد الاداري اخطر. اللي ماتوا تحت صخر في الدويقه اكتر كتير، واللي ماتوا في العباره اكتر كتير، واللي ماتوا في المعتقلات على مدى 30 سنه وفي السجون تحت وطئه التعذيب كتير. فالفساد الاداري يقتل اشد من الدبابه ومن الطائرات المدججه بالسلاح لمن يعقل ويفهم، لكن كله حرام، لا كده حلو ولا كده حلو، لكن الفساد الاداري لا يقل خطوره عن السلاح العسكري اللي بيقتلوا بيه الرصاص الحي. بالفساد الاداري كم عماره اتهدت وناس ماتوا تحت انقاضها على مدى ال 30 سنه اللي فاتت دي، وناس ابرياء واطفال واسر كامله كتير، كل ده مش فساد اداري؟ ماتوا اكتر كتير. مش حكايه بقى ان احنا ايه عملنا ثوره وبعدين مات فيها 300 ولا 400 على خلاف في العد فزحنا، لا لا، ده اللي مات بقى احسب، بقى احسب ده تقيل ورا، احسب ده كتير قوي، ده هيقابله ربنا لو كتير قوي. فهمتني بقى ازاي؟ الحكايه مش بالسهوله دي. ان يستبدل عنها بحاجه تانية، باجره تانية، يعني انا اتفقت معاه 20 جنيه وبعدين وانا بدور ما لقيتش معايا فكه، تقول له انا معايا كارت شحن ب 20 جنيه موبايل، ايه رايك تاخده؟
انت اتصالات ولا موبينيل؟ قلت لها ينفعني هات. ده استبدلتها له بحاجه ثانيه، هو برضه بيستفيد بيها. ما هو كان نازل ينزل يشتري كارت شحن، يعني يشيل بدل العمله حاجه ثانيه تقابل نفس القيمه بس مش نفس المتفق عليه. انت كنت هتدي جنيه مصري ما لقيتش، اديته حاجه بدلها بنفس قيمتها. فهمت؟ ادي الاستبدالات. لانها فهنا ولا تصح. اما الواردة على الذمه فيشترط فيها قبض الاجره في المجلس، ولا تصح الحواله بها ولا عليها ولا الاستبدال عنها، لانها سلم في المنافع فتجري فيها احكام السلم. واحنا قرينا احكام السلم يمكن من سنه وقلنا فيها الحاجات دي. قول معلومه قيد اول، وقول مقصوده قيد ثاني، وقول قابله للبذل بالذال المعجمه اي الاعطاء قيد ثالث، وقول والاباحه اي وقابله للاباحه قيد رابع، وقول بعوض قيد خامس، وقول معلوم قيد سادس. يبقى جمله القيود سته، وكل قيد خرج حاجه، كل قيد خرج. يبقى في قيود علشان ايه؟ للاخراج، وفي قيود للادخال. فهمتني ازاي؟ فهنا معظم القيود دي كانت قيود للاخراج، اخراج ما يشبهها من عقود اخرى. فجملة القيود التي ذكرها في التعريف ستة كما يدل عليه اخذ المحترزات الاتية. قوله وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد اي عدم الحجر، فيشمل ما لو كان سفيها مهملا. السفيه المهمل اللي هو مش واخد حكم قضائي بالسفه، ده يسموه سفيه مهمل، يبقى برضو ايه؟ اعماله جائزة. اي عدم الحجر، فيشمل ما لو كان سفيها مهملا. والسفيه المهمل يدخل فيها برضو، يبقى عندنا سفير مهمل. السفيه المهمل ما ينفعش برضو يشتغل في ايه؟ في عقود الايجار. وقول وعدم الاكراه اي بغير حق كالبيع، زي العقود كلها ما يبقاش فيها ايه؟ اكراه. لكن يجوز الاكراه بحق، يجوز الاكراه بحق، زي اما نعمل ايه؟ اما نعمل مثلا حجر بالفلس ونكرهه على انه يبيع ما يملكه عشان يسدد الديون، يبقى ده اكراه بحق. واضح؟ قوله وخرج بمعلومه. أخذ الشارح رحمه الله تعالى محترزات القيود الستة التي ذكرها في التعريف على اللف والنشر المرتب، وكان الأولى تقدمها قبل قولي وشرط كل من المؤجر والمستأجر إلى آخره. لما قال معلومة وخرج بمعلومة الجعالة، أي لأن المنفعة فيها مجهولة كرد العبد الآبق زي ما شرحنا كده في المقدمة. قوله وبمقصودة أي وخرج بمقصودة، وكذا يقال في الباقي استئجار تفاحة لشمها إلى أنها تفهم لا تقصد، وكذلك استئجار بيع لكلمة لا تتعب كقول يا ريان يا فدر، بينادي على البضاعة يعني أما يجيب واحد كده ينادي على البضاعة بس نداء ما يتعبوش، يبقى دي مش مقصودة. واخد بالك ازاي؟ انه مش لانها حاجات تافهه. قوله وبقابله للبذل منفعه البضع، لما قال قابله للبذل خرج منفعه البضع اي في النكاح، ويخرج هذه الصوره انما هو بحسب الظاهر، فان النكاح عقد على منفعه البضع في الظاهر، واما في الحقيقه فهو عقد على الانتفاع، فيستحق الزوج ان ينتفع بالبضع ولا يستحق منفعه البضع، بدليل انها لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا له، فالإخراج سوري لا حقيقي. يعني واحدة متزوجة وبعدين واحد ظنها في حجرة مظلمة وهي نائمة أنها زوجته فوطأها بشبهة، واخد بالك؟ يجب أن يدفع لها المهر. طب ياخدوا زوجها؟ لا تاخده هي. اي لو كانت بقى عقد النكاح يقع على منفعة البضع كان يبقى حق الزوج. فهمت ازاي؟ يبقى الزوج ينتفع بالبضع ولكن ليس له ايه؟ منفعة البضع نفسه.
لانه غير قابل للبذل، فهمت؟ فحته دقيقه يعني في التفاصيل. لا ابدا مش صعبه ولا حاجه، زي ما قلت لك، لان هي لا تستطيع ان تبذله لان هو جزء منها بس وخلاص، لكن بينبني عليها خلاف بعد، يعني بينبني عليها في الفروع بقى في تفاصيل بعض القضايا احكام تختلف عن الايجار، زي حكايه الوطئ بشبهه، المهر يبقى من حق الزوجه اللي وطئت بشبهه ولا من حق الزوج اللي هو صاحب العقد؟ قال لك لحق المرأة. واضح؟ وقوله فالعقد عليها اي على منفعه البضع. يعني انا لو مأجر شقه لمدة 6 شهور وغبت عنها شهر، جيت لقيت واحد قاعد فيها، اخد منه ايجار شهر وانا المستأجر، انا اللي اخد منه، لان انا العقد بيني وبين المالك ده طفيلي. فهمتني ازاي؟ ادي بقى الفرق هنا، عقد الايجارة يبقى تروح للايه؟ للمستأجر. فهمتني ازاي؟ انما في البضع لا، البضع تروح لصاحب البضع نفسه لانه غير قابل للبذل. فهمت الفرق؟ وقوله فالعقد عليها اي على منفعة البضع، وقوله لا يسمى ايجارة اي بل يسمى نكاحا. قوله وبالاباحة، خرج كلمة بالاباحة ايجارة الجواري للوطن، اي لانها ليست مباحة بل هي حرام. وفي بعض النسخ اعارة الجواري، والاولى اولى اللي هي ايجارة الجواري للوطن اولى، لأن الإعارة خرجت بقوله بعوض كما سيصرح به الشارح. قول الإعارة أي لأنها عقد على منفعة بلا عوض بل مجانا. قول وبمعلوم، خرج كلمة عوض المساقاة، أي لأنه مجهول إذ لا يعلم أنه قنطار مثلا، وإن كان لابد أن يكون معلوما بالجزئية كنصف الثمرة وثلثها كما مر. ولا تصح الإجارة إلا بالإيجاب. نقف عند الصيغة دي بقى إن شاء الله، نكمل المرة الجاية. والله تعالى أعلى وأعلم. أيوه اتفضل يا سيدي. لو العين اللي هو مستأجرها تلفت عن قصد، ما هو هيجي بقى يد المستأجر على العين، يد أمانة ولا ضمان؟ هتيجي في اخر العقد. هي يد امانه ما لم يقصر، يد امانه ما لم يقصر، فان قصر بعدوان يبقى في الحاله دي اضمان. لكن لو هي جايه كده افه سماويه خلاص هيضمن ليه؟ دي حاجه حتى لو كانت في ايدك كانت هتحصل لك، خدت بالك؟ فهي يد المستاجر يد امانه وليست يد ضمان، وطالما يد امانه يبقى لا يضمن الا بالتقصير او التعدي. ايوه. بالنسبه مثلا لو ليا واحد عن واحد فلوس، هو مثلا ركبت مثلا تاكسي كده ولا حاجه، فقلت له مثلا ال 1000 جنيه مثلا دي عند فلان، انا عارف ان فلان ده مش هيرديه ويغلبه مثلا في الدفع. ما هو لو كان التاكسي ده انت وقفته متعين غير اما تروح لشركه تاكسيات تقول لهم انا ايه هاجي لكم الساعه 6 تحضروا لي اي عربيه تبعكم توصلني للحته الفلانيه، يبقى هنا في حاجه اسمها على الذمه والثانيه على العين، واخد بالك ازاي؟ اذا كانت في الذمه فده زي سلم، الاجره تجب على طول ما ينفعش حواله. لكن لو انت قلت تاكس تاكس وقفته في الشارع كده بقى تعينت، يبقى دي على متعين، فاللي على المتعين دي مش في الذمه، ينفع بقى فيها الحواله، تنفع تحيله، بس لازم كمان هو يوافق، ولازم تبين له، تقول له على فكرة انت هتوصلني وكل حاجة بالمبلغ ده، بس هتاخده من جارك اللي هو ساكن جنبك في الشقة الفلانية علشان انا كان ليا عنده الميت. لو وافق خلاص اركب. طب لو وافق والواحد عارف ان الراجل اصلا غلباوي اصلا، خلاص لو وافق خلاص وانت عارف انه غلباوي تبقى انت دوخته، لكن ايه يلزم هو مسؤول، لانه ما عارف جاره برضه، ما هو ده جاره، فالمفروض يكون عارفه. فهمت ازاي؟ وعارف ان هو ما بيدفعش، فكونه قابل يبقى تنازل واراد انه يسهل لك امورك وقال لك سيبه لي انا هخلص معاك، انا اعرف انا ضابط، انت راجل طيب، انا اعرف اخد حقي منه مثلا، ما يقدرش حاجه وهكذا. والله تعالى اعلم. في برضه حضرتك بالنسبه للايجار، كان ذكر الشيخ ان هو الايجار
يعني ما يكونش شيء هينفص يعني. ما يستهلكش. طب هي طب حضرتك السيارات مثلا كأجار مثلا بتستهلك مثلا؟ ما هو عامل حسابه على فكرة، اللي عنده سيارة بيأجرها بيبقى عامل حسابه. السيارة مثلا اللي هي لسه جديدة قوي بيبقى أجرها في اليوم غير السيارة اللي هي موديل قديم، بيبقى عامل حساب برضه قيمة كل حاجة، مش كده برضه؟ هو عاملها، السوق ظابطها يعني، السوق ظابط الحكاية. لكن يعني هي دي كده ما تخرجش مثلا السيارة من الإيجار لأنها بتستهلك أو مثلا لا، أصل استهلاكها مش زي الشمعة. السيارة ممكن تعيش معاك 20-30 سنة، تعمل لها صيانتها وعايشة معاك، مش كده برضو؟ نعم. اما مش بتستهلك الاستهلاك السريع ده، واخد بالك؟ اللي هي الحاجة اللي هي تستهلك يعني حاجة أكلة وخدتها كلتها خلاص استهلك. نعم. او مثلا ثوب، واقول لك انا هأجر لك الثوب ده 10 سنين، الله طب ما ينفعش إيجارة بقى، ايه 10 سنين؟ ده بيدوب في سنتين، فهمت؟ لما يبقى ثوب. انما اما اقول لك شقه هاجرها لك 20 سنه، ما هي العماره دي المفروض عمرها الزمني فوق 100 سنه، واخد بالك؟ يبقى دي ينفع فيها ايجار، وما اجرها لك 20 سنه تنفع، مش هتستهلك الفتره دي، فاهم؟ يبقى كل حاجه على حسبها. طب يعني التفاصيل دي هتيجي على فكره في اللي جاي. طب بكده يبقى مثلا اللي هو عقود الاجاره اللي هي مثلا زي في الايجار القديم ما كانش محدد المده، ما هو المساكن اللي هي تعيش كتير ممكن تأجرها إن شاء الله مدد معلومة ولكنها طويلة، ممكن تقول له لمدة 90 سنة، ممكن 100 سنة، هو وافق خلاص بس متحددة. إنما على التأبيد كده هو ده اللي غلط. عشان كده قالوا إن العقود الإيجارة اللي خلتها الحكومة بتاعت عبد الناصر على التأبيد دي عقود باطلة شرعا، لأن أبدها وورثها. وعلشان كده جم بعد كده قوانين الايجاره الجديده عالجوا لنا الازمه دي، عشان كان ده عقد باطل، كانت عقود باطله، وان كان القانون كان يوجزها الا انه كان قانون باطل. حكومه ظالمه عملته وخلت الناس يظلموا بعضهم البعض وياكلوا اموال بعضهم بالباطل، فبقوا الناس عايشين حرام في حرام، الحاكم حرام في حرام، والمحكوم حرام في حرام، وكيفما تكون يولى عليكم. فالحكايه كانت معكوكه. فالشعب المصري كان عامل كانه ناس واقفه في طابور، كل واحد حاطط ايده في جيب اللي قدامه. هو 80 مليون، كل واحد حاطط ايده في جيب اللي قدامه. يعني كل واحد عايش بمال غيره. ما ينفعش. الطريقه دي حرام، عشان كده ما كسبناش. ما دخلناش معركه وكسبناه. وما دخلناش قرار وفلحنا فيه. واخد بالك؟ لان عم الحرام. فربنا ينجينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم.